الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم منك يا رب هذه الساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالقرآن ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ودلاء همومنا وغمومنا وشفاء لصدورنا وكشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمالنا وبركة في أرزاقنا ووسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا عليه واطراف النار ابدا ما ابديتنا واستعملنا به سرا وعلانيا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحقوق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مدربين ولمعانه عالمين وبه عاملين. ومن الجفاء والاستخفاف والاستهزاء والصد عنه سالمين. اللهم ما كان في تلاوتنا هذه وتلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لحن أو سوء الظن أو وقوف وإعجاب وكذلك سائر أعمالنا. فتقبل اللهم بفضلك فتقبل اللهم بفضلك فتقبل اللهم بفضلك وتجاوز عنا بقولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن استمعنا ها هنا بسببه ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وعصمنا وإياكم فيما بقي من الأيام ولا رانا وإياكم وإياه قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاد والإجلال والإكرام والإعظام. وصلى الله على الخيراء البررى الكرام مصابيح الطرام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إن الله يتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم ويتقبل حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويجعل مكانونا في هذا المجلس المبارك هدية موصلة ورحمة نائلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونهدي بها ونتشفع بها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآل بيت الكرام وأنصاره والأئمة المجتهدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. على روح سيدنا الإمام المهدي الله عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الكريم المقدم محمد بن علي العلوي وجميع إساداتنا الصوفية وأولياء الله وصالح عباد الله إلى الله مقدمهم في سبيل الله إلى القرية وسيدنا عبد الرحمن السقطاب وسيدنا يوسف السقطاب وسيدنا محمد بن حضار وسيدنا شيخ القرية وإمام أهل الشريعة
والحديد عشان في الشموس ومخرج الدروس من كل فوز الدروس سلطان الملأ سيدنا عبد الله بن بكر لحيت روس وأخواني أولاده الجميع موصولهم وروحهم فجميع المشاكل اهتنا لحفظ المؤمنين ونعم المؤمنين والمؤمنين والملأ المؤمنين والإنسانين والجابين أن الله ينفعنا بهم بإسرائيلهم ثم على وقتنا أحيانا شيخنا بذلك وسلكنا من أعيد الدروس وخصوصا سيدنا حبيبنا جدنا أحمد بن عيد روس وسيدنا حبيبنا الوالد جعفر بن أحمد بن عيد روس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجاد ورسول الشعب سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا الله السلام.